يا مساء الخير. البداية تحية لكل أهلوية راجعين لحضراتكم في اليوم والموعد الكبير النهاردة. طبعا أنا عارف ومتأكد أن كل أهلوية اللي بيتابعوا شاشة الأهلي عارف أن في موضوعات كتيرة جدا تهمكم، في ملفات أكتر يمكن اتفتحت الفترة الأخيرة. مع رجوعنا بالتأكيد هنتكلم ونفتح مع حضراتكم كل الملفات دي وكل ما أثير في الفترة الأخيرة ولا يتعلق بالأهلي أو لاعبي الأهلي ونجومه أو مسابقاته وبطولاته المقبل عليها في الفترة اللي جاية. لكن النهاردة هنأجل كل ده، معنا الأسبوع كله هنتكلم في كل الملفات ونقول لكم على آخر المستجدات فيما يتعلق بالملفات دي على مدار حلقات اللي جاية من السادسة. النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة، المواجهة واحدة من المواجهات الكبيرة الحقيقة واللي بننتظرها وبتنتظرها جماهير الكرة الأفريقية، مش بس جماهير الكرة في مصر والمغرب، الأهلي الرجاء في مباراة الحسم، في مباراة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال. الأهلي بالتأكيد حظوظه أفضل، رهاني وبإذن الله الاحتمال الأكبر إن شاء الله بإذن الله أنه أنا بقابلكم هنا في نفس المكان بكرة كمان 24 ساعة أكون بهنيكم بالتأهل إن شاء الله بإذن الله. واثق أن الأهلي النهاردة بإذن الله قادر يقدم عرض قوي، مباراة لا تخلو من الدوافع الحقيقة عند الطرفين والاثنين من الكبار، حتى وإن غاب الرجاء عن منصات التتويج لسنين طويلة جدا لكن يبقى دايما واحد من كبار القارة الأفريقية، واحد من الفرق دايما المؤهلة للمنافسة على تذكرة التأهل، له كل التقدير والاحترام. ويمكن الأهلي مش غريب على المغرب، يعني لو حسبت عدد مواجهات الأهلي خارج الديار خارج الأرض في الموسمين الثلاثة الأخيرين هتجد أنه أكتر دولة لعب فيها النادي الأهلي هي المغرب الشقيقة، وبالتالي الأهلي بالنسبة لأشقائنا في المغرب كتاب مفتوح. واجهنا الوداد في نسختين مختلفتين من دوري الأبطال، واجهنا الرجاء نفسه في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، واجهنا الرجاء قبل كده حتى وإن لم تكن في المغرب، أعتقد كانت في قطر في مباراة السوبر الإفريقي اللي توج الأهلي بلقبها. واجهنا طبعا عدد كبير جدا من الفرق أو من زعماء وأبطال القارات في ملاعب المغرب، فبالتالي الأهلي مش غريب عن المغرب والمغاربة مش غرباء عن الأهلي. نتمنى إن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع من النهاردة بتذكرة التأهل اللي بالفعل حسمها فريق الوداد المغربي وايضا سان داونز، حسموا تقريبا يعني انا كنت في الدقائق الاخيره في مباراه سان داونز وسيمبا وشباب لوزداد، وسان داونز كسب 2-1 في مباراه العوده بعد ما حسم طبعا التاهل في مباراه الذهاب في الجزائر بنتيجه 4-1. الوداد قدر يصحح اوضاعه ويتغلب على سيمبا حتى وان كانت بركلات الترجيح، وبالتالي في الناحيه الثانيه مواجهه من العيار الثقيل عندنا سان داونز في مواجهه الوداد، واحد منهم ان شاء الله يتاهل لمواجهه الاهلي اذا ما نجحنا في مواصله المشوار وتخطي عقبه الرجاء النهارده، وبعدها طبعا هتكون غالبا مواجهه الترجي التونسي اللي تفوق على شبيبه القبائل في الجزائر على ملعبه خارج ملعبه يعني بنتيجه 1-0، وبالتالي فرصه اكبر في حسم البطاقه لانه مباراه العوده هتكون في تونس. على كل الاحوال هنتابع مباراه النهارده قبل ساعات وهنروح مع حضراتكم على مدار الحلقه للمغرب نعرف الدقائق الاخيره والساعات الاخيره وتحضيرات الاهلي والمحاضره الفنيه وبرنامج او خليني اقول اجنده النادي الاهلي في الساعات الاخيره ان شاء الله قبل مواجهه الرجاء البيضاوي.